بنوصل نحن وياكم لآخر فقرة معنا لليلة، وهي مع جورج فرح اللي استغل وضع الحجر واقتبس من إليسا مروان خوري وائل كفوري وعدد من الفنانين أغانيهم وحولهم إلى أغاني بتشبه المرحلة والظرف اللي نحن عايشين فيه. خلينا نشوف هالتقرير وبعدين بنكون مع جورج بالستوديو. من بعد الحجر الصحي رح نشهد انفجار، البنت اللي كانت سكسي شعرها وجسمها دمار، لبعيد شفتها ما عرفتها فكرتها ستي نجيبي، شفافها اختفوا خدودها انطفوا شعراتها عجيبي. بعد انتشار فيروس كورونا وخاصة بالفترة يلي تقرر فيها إقفال البلد ومنع التجول، انتشرت النكت والأغاني الفكاهية عن الكورونا والحجر الصحي، ومنهم للفنان جورج فرح يلي قدم ثلاث أغاني. محجورة صار لك مدي حتصيري قد الدبي، جوزك قاعد مثل الدب داير سمو عم بيكب، داير سمو عم بيكب وانت قرفانة تردي. انتي كل دقيقة رش فطست البشرية، ولادك كل نهار انحش صار بدك عصفوري. يا مرايتي من وقت الحجر لليوم انا كم كيلو انصحر، يا مرايتي انا من تياب النوم وحياة الله قرفت، يا مرايتي ما عم اشلح مش شايتي، ما في مسلسل محضرت منو عم يمرق هالوقت، ايامي نصاب التخت والباقي عكنباتي. يا مرايتي يلي بتعرف حكايتي ما بيهدى تمي من الاكل، كرشي صاير قد الطبل بالراضي لازم له قفل، قولي لي كيف نهايتي. جورج مسيك بالخير. مسوار. كيف طلعت معك هيدي الفكرة انك تحول هودي الاغاني من وحي الحجر الصحي، مش الحجر الصحي، الحجر شو بيقولوا له؟ لوك داون اللي عاملينه قاعدين ببيوتنا. انت بتعرف الزهق كان اكلنا، او بيبعت لي صديق قال لي دكتور شادي محجوره صار لك مدي كلام بس. ايه بدي اسالك، انت اللي بتكتب الكلام ولا بطون؟ بطون هو اللي كتب الكلام. بطون هو عنده هو بيعمل اكل بيج على الانستا. اوكي. شافوا هيدي الاغنيه نازله عنده وبعت لي اياها، انا نزلتها عندي على ستوري. بنط رفيقي بيقول لي زاديك، بيقول لي لا حط صوتك. بعثت له مسج قلت له فيني حط صوتي على ايون الزلم، حطيت صوتي على التليفون. يعني انا بعثت لاستوديو ماضي اسطوان بوجه له تحيه تعب كثير معي، بعثت له الفويس على الواتساب وهيك صارت ونزلت ونحن عم نتسلى وضجت الدنيا فيها وانتشرت. واصلا انت بتغني ما هيك؟ صح اكيد. شو عندك اغاني عامل غنيين مرقت على الجديد؟ هلا اخر اغنيه طل الخطر، كلمات والحان توني ابي كرم، انتاج رودي ميديا، بوجه لهم تحيه كثير كبيره لانه هني دعموا هالاغنيه تنتشرت. عندي معنى الحياه كمان توني ابي كرم، عندي بحب جنونك الي عبد الساتر. طيب ما انزعجوا الفنانين؟ بالعكس، يعني اليسا ما انزعجت، مروان ما انزعج. مروان ما يعني انا كله كتب عني بالصحف وكل العالم نشرتها، ما اجاني فيدباك مش منيح. بالعكس اليسا بعتولي قالوا لي حبتها حدا من مكتبه، وائل كله انتشر وكله نزل عنده على الستوري، مروان خوري كمان كتبوا، يعني كل الصحف كتبت بشي منيح عني مش بشي مش منيح. وهلا صاروا ثلاث أغاني، عم تحضر شي جديد هلا من هلا؟ محضر غنية كوفر هي لوائل كفوري لأنه هذه تاني مرة منحضر. بس قصدك شي لألي خاص ولا كرمال الحجر؟ يعني بعد إيه الحجر. طيب ليه مركز على الحجر ما رحت مثلا على وضع الدولار؟ عملت على وضع الدولار، عملت شو الدولار؟
أغنية إيه عن وضع الدولار. صح صح. إيه قريبا نزلتها ولا بعد؟ قريبا. لا قريبا بعد ما نزلتها. إيه قريبا. وأنا كنت بدي نزلها قبل عم طل الخطر، بس لما صار الانفجار طل الخطر. شو بقولوا كلمة أيادي عم تقتل شعبي، ضمائر نامت مبتوعة، لعبوا بوطني أبشع لعبي، بالحقد أرضه مزروعة. طل الخطر ودق، قوموا قولوا لا، انتو أصحاب الحق وأصحاب القضية، عم يوجعني وطني. هيدي كلمات وألحان توني أبي كرام. كمان صارت أنه الدكتور قال لي نزال صور، هو صار الانفجار الثلاثة، أنا الأربع الساعة ستة كنت تحت وعم صور، وكانت معي سيدي ناتالي فضل الله، بوجه لها تحية كتير كبيرة، بوجه تحية لكل اللي كانوا معي والكل اللي عم يدعموني. و لك شو بيقولوا، أوقات الواحد بيعمل من المعاناة، يعني بيجرب يخفف عن حاله، يعني من معاناتنا عم نعمل بسمة، عم نعمل ضحكة، إذا بتشوف النكت، إذا بتشوف يعني حتى صرنا عم نضحك على حالنا آخر شيء. صح، ما يعني أنا عم نضحك على حالنا، عم نطلع نكت على حالنا بس لا نفرفش عنه ونظهر الستريس خلال لبرا. تعرف أنه أنا ما بلا ما أطول من حديثك، أنا ما كنت متوقع أنه يضربوا ويصيروا تريند. أنه أنا طلعت بالصدفة قدامي مرايتي، أنا ما كنت عارف بهوديك، فبعتها لفريق العمل عم بقول لهم شو هاي شفتها، قالوا لي لا هيدا شخص عنده كذا غنية وهو بيغني. فقلت لهم طب خلينا نشوف شو عنده وشو نحكي معه. وحبيت اني ضوي على هيدا الموضوع، لانه دائما حلو واحد يلاقي بسمه بيظل هالنكبه اللي نحن عايشينها. هيدي الا 6 اشهر من وقتها اول حجر صارت، مش من هلا. بس انا هلا شفت عرفت، يمكن لانه كان اخر التكنولوجيا، يعني بدك تاخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. يمكن لانه هي نزلت اخر الحجر ما كثير اكترس للعالم، وصدقني انا ما كنت متوقع انه ترجع. هلا اجاك حجر عن جديد. هلا بدنا نعمل شيء اكيد. جورج انا بدي اتشكرك، ثانك يو لك، الله يوفقك دائما.